بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن الشراء من مواقع التسوق العالمية بشحن مباشر بدون الحاجة إلى صناديق البريد التي توفرها شركات الشحن في دول مواقع التسوق العالمية. كيف ذلك؟ سوف نتعلمه مع بعض إن شاء الله، كيف نضع عنوان شحن مباشر بشكل سليم 100% إن شاء الله. طيب، الآن نتجه إلى موقع أمازون ونسجل دخول، بعد ذلك نضغط على هذا الخيار، ثم الخيار الأول Your account، بعد ذلك نذهب إلى الإعدادات ومن ثم Manager Address Books، بعد ذلك نضغط على هذا الزر، تفتح لنا هذه الصفحة. نقوم بتعبئة البيانات بالشكل التالي: في خيار الفول نيم نكتب الاسم كامل وهو هنا كما ترون، هنا نكتب الاسم كامل. في الادرس 1 نكتب اسم المنطقة ومن ثم هذه الكلمة ومن ثم رقم الصندوق ومن ثم هذه الكلمة ومن ثم رقم الجوال. بعد ذلك في الادرس 2 وهو هذا، نقوم بكتابة اسم الحي ثم هذه الكلمة ثم اسم الشارع ثم هذه الكلمة، ثم في السيتي هنا نكتب اسم المنطقة، وهنا في هذا الخيار نكتب اسم المدينة، وهنا في هذا الخيار نكتب الرمز البريدي، وهنا في هذا الخيار نختار الدولة، وهنا في الفون نمبر نكتب رقم الجوال بهذه الطريقة. صفرين صفرين، عفوا صفرين صفرين، صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة إذا كنت في المملكة العربية السعودية وتكمل رقم الجوال. إذا لم تكن في المملكة العربية السعودية فيجب أن تغير هذه الأرقام وتضع جوالك بعدها. على العموم، قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، البعض يقول لكي تقوم بتخفيض سعر الشحن المباشر، لماذا تقوم بتخفيضه؟ لأن الشحن المباشر عادة يكون غالي بعض الشيء، أغلى من الشحن عبر صناديق البريدات شركات الشحن. على العموم، البعض يقول حتى تخفض بشكل كبير تقوم بحذف هذه الكلمة، وإذا لم يجدي في التخفيض تعمله بهذا الشكل، وإذا لم يجدي تقوم بحذف هذا بالكامل. وفي رمز الدولة تكتب صفر 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 أربعة أصفار، لكن أقولها لكم وعن تجربة أن أمازون الآن لا تقبل ذلك، لا تقبل ذلك أبدا. لماذا لا تقبل ذلك؟ لأنها ربما اكتشفت الطريقة التي قام الناس يعملون بها، لذلك منعتها. لن تستطيع الآن أم تجعل في خيار الرمز البريدي 000، لن تستطيع. هنا نعم ممكن أن ترفع الرمز البريدي فيقبل، لكن في الرمز في الادرس 1 الرمز صندوق البريد، في الادرس 1 ممكن ان ترفع
صندوق البريد فيقبل، لكن أن ترفع الرمز البريدي هنا لن يقبل أمازون، وذلك عن تجربة أقولها، عن تجربة يا أخوان. العموم، ثم هناك أمر أود أن أذكره، إذا رفعت هنا الرمز البريدي، صندوق البريد، ورفعت الرمز البريدي فسوف تصل شحنتك إلى منطقتك في الفرع الكبير للبريد السعودي. طيب، ربما يقومون بإرجاع سلعتك، لماذا؟ لأن العنوان ناقص، أو ربما شحنتك تضيع بسببك أنت، بسبب نقصان معلوماتك بشكل كامل. فحتى تريح نفسك وتريح وجع رأسك، إما أن تشحن على صناديق البريد للشركات الشحن، تشترك في أي شركة تريد، أو أنك تضع هنا صندوق البريد وتضع هنا الرمز البريدي، فتأتي لك، لا يتم إرجاعها ولن تضيع. حتى لو أتت في البريد في مقر البريد السعودي الكبير في منطقتك، أهم شيء أنها لن ترجع إلى أمازون ولن تضيع، سوف يعني يتصلون بك، أو أنها سوف تذهب مباشرة إلى صندوق بريدك إذا كانت يعني ممكن أن توضع في صندوق البريد إذا كانت صغيرة، لأن كما هو معلوم صندوق البريد مخصص للرسائل وليس لأشياء كبيرة جدا. طيب، على العموم سوف أضع لكم هذه القائمة التي قمنا بإقلاقها قبل قليل إن شاء الله في المدونة. بعد ذلك تضغط هذا الزر. من أراد أن يتابع الخطوات فعليه الرجوع إلى شرح التسجيل في أمازون وإضافة بريد وإضافة بطاقة ائتمانية. على العموم، بعد الضغط على هذا الزر تفتح لك صفحة أخرى فيها يطلب منك رقم البطاقة الائتمانية واسمك على البطاقة وتاريخ الانتهاء الشهر والسنة، ثم تضغط على زر آخر وهو ربط هذا الحساب الذي أدخلته بالبطاقة الائتمانية. أنا لن أعمله، لماذا؟ لأنني قد عملته في السابق. العموم، بعد ذلك تقوم بالاتجاه تقوم بالاتجاه إلى منتج من المنتجات وهو هذا مثلا، سوف نشرح عليه ما تريد أن تقوم بشرائه. أيضا هنا لن أشرح كل شيء أبدا، سوف أشرح بعض الفقرات البسيطة، من أراد فليراجع شرح الشراء من أمازون. على العموم، سوف أشرح فقط هذه، وهو أن هناك 17 بائع يقدمون بيع السيارات بالكنترول. أيضا سوف أقوم أيضا لماذا برفع هذه العروض الترويجية التي تأتي مع هذا. أيضا هنا وزنها كما ترون، ها هو الوزن، وزن الشحنة، وها هو أبعاد الشحنة، الطول في العرض في العمق. طيب، ها هو تغييم الناس الذين قاموا بشراء هذا المنتج من هذا البائع كما ترون، 78% أعطوه 5 نجوم، إذن ممتاز جدا. ها هو اسمه، وها هم هنا التعليقات، تعليقات الذين قاموا بشراء هذا المنتج،
وهنا يقول فري شوبينج، يعني الشحن مجاني. شحن ماذا؟ شحن البائع، شحن البائع إلى صندوق البريد الموجود لي، شحن البائع إلى شوب أند شيب في أمريكا، إلى صندوق البريد الموجود لدى شوب أند شيب في أمريكا لي، سوف يقوم بشحنه مجانا. طيب وها هو سعر هذه السيارة. العموم نختار هنا عنوان الشحن المباشر، نضغط هنا لإضافة منتج لسلة التسوق، نذهب إلى سلة التسوق، طيب بعد ذلك نقوم بالضغط هنا. كما ذكرت لن أقوم بشرح كل شيء، أنا هنا بعض الأمور قد شرحتها هناك، فمن أراد فليراجع من موضوع شرح الشراء من أمازون. على العموم تضغط هنا، يطلب كلمة المرور، سوف أعود بعد أن أضغط على هذا الزر. بعد ذلك يدخل إلى هذه الصفحة. هنا لابد أن تتأكد أنه عنوان الشحن المباشر، أو تقوم بالضغط هنا وتختار عنوان الشحن المباشر. كذلك هنا خيار التسليم أو الشحن، هنا الأفضل أن تدعه 10 إلى 14 يوم لأنه أرخص واحد، يعني لا تستعجل، لأنه إذا أردته من 7 إلى 10 سوف يزيد عليك السعر 19 إلى 43، من 2 إلى 7 سوف يكون ب 48.19 دولار. لماذا؟ خلي على هذا الخيار 12.73 دولار، لسنا مستعجلين في استلام الشحنة. هنا يقول سعر السيارة بريموت كنترول 52.22 ريال. طبعا هناك وضع لي انه الشحن مجاني، بينما هنا قال لي بان التسليم والشحن ب 50.13 ريال، المجموع 100.35 ريال، الضرائب 0. ها هو المجموع المطلوب دفعه. نقوم بالضغط هنا فيتم الشراء. طبعا انا هنا ايضا متى سوف تصل لك، يعني المتوقع تاريخ توقع ان تصل لك الشحنة من 18 إلى 22، والتاريخ المتوقع ان تصل اليك هذه الشحنة. على العموم من تضغط هنا سوف يتم الشراء، انا لن اضغط. لماذا؟ لانني قد قمت في سابقا بشراء منتج مشابه على العنوان المباشر، لكن الى الان لم يصل لي ما بعد. على العموم ندخل هنا ثم الخيار الاول ثم يور اوردر، نضغط على هذا الزر البرتقالي، بعد ذلك سوف تفتح صفحة فيها جميع طلباتك. طبعا لنقطع التسجيل لأنه بطيء، لا أريد أن يكون الفيديو طويل جدا. كما ذكرت ها هي السيارة التي قمت أنا بشرائها. هنا لو أردت شرائها مرة أخرى، هنا عنوان الشحن، هنا الفاتورة، هنا لو أردت أن تستعرض الفاتورة تجدها بهذا الشكل، هنا لو أردت أن تستعرض التفاصيل
تفاصيل الشراء أو تفاصيل الطلب. العموم المعنى واحد. وهنا رقم الأوردر، هنا رقم الأوردر. وهنا لو أردت أن ترى أين وصلت شحنتك، لو ضغطت علي سوف يخرج لي أنها تم شحنها، وها هو اليوم المتوقع أن تصل فيه. طيب ماذا أيضا؟ و هنا رشيف الأوردر وما إلى ذلك. طبعا موقع أمازون جدا بحر، بحر جدا عميق، هناك خيارات عديدة، خيارات تخرج لدى البائعين وبعضهم لا تخرج. لماذا؟ بعض البائعين عنده خيارات من أمازون تعطيه لأنه وصل إلى مرتبة معينة فيحصل على مميزات معينة. بعض البائعين مثلا يضع هذا اللون وهذا اللون أو هذا الخيار أو هذا الخيار وذلك لا يضعه فلا يخرج. بعض البائعين أيضا لا يقبل الشحن المباشر، لذلك لن تستطيع إكمال خطوات الشراء. بعض البائعين لديه أيضا مبالغ مالية مثلا على الشحن المباشر، وما إلى ذلك من الخيارات. كما تعلمون هذا سوق أمازون فيه خيارات عديدة جدا جدا جدا. إذا رأينا أننا سوف نحتاج بعض الخيارات وكان لدينا طلبية أو بدون طلبية أردنا أن نشرح بعض الخيارات، فسوف نشرحها إذا رأينا ضروريتها إن شاء الله. العموم لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله. طبعا إذا وصلت الشحنة إن شاء الله سوف نقوم بتصويرها. أود أن أذكر أيضا ما يعيب الشحن المباشر هو أن فترة وصول شحنتك يستغرق مدة كبيرة بعض الشيء، ها هو العيب الوحيد. تقريبا ربما نضع معه عيب آخر وهو أنه لا يوجد تأمين على شحنتك، فربما لا تصلك، ربما تضيع، ربما تأتيك متضررة مكسورة ناقصة وما إلى ذلك. وفي أمان الله.